السلام عليكم. 200 مليون دولار هي القيمة نتاع الاستثمارات الشريك الإيطالي في ميدان إنتاج الحبوب بالجنوب الجزائري وبالضبط في ولاية ورقلة، وهذا الاستثمار هو ناتج لشراكة جزائرية إيطالية، واحدة من مخرجات الاتفاقية الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا، وإثراء زيارة رئيس الجزائر عبد المجيد تبون إلى إيطاليا. وواحدة من مخرجات تاع هذه الزيارة هي يعني من الجانب الزراعي هو استثمار 200 مليون دولار في ميدان الفلاحة مع استصلاح 10,000 هكتار في الجنوب الجزائري، والبداية كانت ب1,000 هكتار في ولاية ورقلة مع شريك إيطالي فراتيري، الشركة المعتمدة في البورصة تاع ميلان الإيطالية. إذا هذا هو بداية نتاع الاستثمار الإيطالي في الجزائر، واللي أكيد هذا المؤكد هذا لازم نأكد عليه أنه كل هذه الأراضي تعتبر جديدة، فهي ناتجة عن استصلاحات ويعني تهيئات جديدة في ولاية الجنوب، يعني فيه البرنامج فيه 10,000 هكتار ويعني مع شركاء جزائريين، لكن بتقنيات ويعني شركات إيطالية معروفة في ميدان إنتاج الحبوب. وللعلم أن إيطاليا تعتبر واحدة من أكبر المنتجين للحبوب في أوروبا، وإذن هذا شيء إيجابي جدا أن تكون فيه شراكات بعد الشراكة الأولى اللي كانت العام الفات مع شركاء من تركيا. يعني نتكلموا على يعني المشاريع الفخمة، لأنه المشاريع يعني كاين عدة شراكات كذلك مع العربية السعودية، وكذلك مع شركاء بولونيين في الود. يعني كان في نية لاستثمار في بولونيا من بولونيا، يعني فيها عدة محاولات مع الأمريكيين في بريزينا في ريت بشار. إذن إن شاء الله يكون فيها تطوير فلاحة في الجزائر، ويعني الولوج إلى يعني مستوى علمي اقتصادي، يعني ماشي بالطريقة التقليدية اللي كنا في السنوات الماضية. إن شاء الله رانا تدريجيا ندخل في المكننة الاقتصادية يعني الاندستريال، لكي تصبح الفلاحة يعني الفلاحة يصبح فرع من فروع الصناعة. نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.